أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل أرسل يقول: بعض الناس يأخذ كلامكم هذا ويطبقه على الحزبيين ويقول هؤلاء علماء والشيخ يحذر من الكلام فيهم، فما نصيحتكم لهؤلاء الذين يحملون كلامكم على غير محمله ولو سميتم كلامنا كلامنا؟ وش كلامنا هذا؟ وش كلامنا هذا؟ نعم، ما أشار إليه. نعم، لم يشر إليه. نعم، قال: ولو سميتم لنا مقصودكم بالعلماء في هذا الوقت حتى نأخذ عنهم وتبين لنا المتعالمين. أنا أقول طالب العلم يشتغل بطلب العلم ويترك الكلام في الناس، وأما انتقاد المؤلفين أو انتقاد العلماء هذا يكون للعلماء ما هو للطلاب، الطلاب يشتغلون بطلب العلم، وأما انتقاد المخطئين وبيان الخطأ والرد عليهم هذا من شأن العلماء ما هم من شأن الطلاب، هذا الذي أقوله. والعلماء يحسنون الرد ويحسنون كيف يتعاملون مع الأخطاء، خلاف الطلاب والشباب فإنهم يسيئون ولا يحسنون. نعم.